بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أنت وضعي عشاك حران بقية فيسبوك أما تشانل يوتيوب وحلقة دي لحدانية اللي حاد اتحانيها اني سؤالها فيسبوك ونسيدي عادي قد كسو قادم دو انو لو سؤالة دو كميدة سؤالي بدنا ادتك انو غيمت. طبعا سؤالها بدن موضة قاري كرنا مور وربا قيب بدن رو كميدة ويصور نقل نقدين وحان رمنا عينا نسوه تشيدي انو وسوه ربا يسوه تشيدي ادتك دو دا ياشا إن أي بالوقت قليان حلقة ذي هورا يتغي سؤاله ذي إنا يدغيستان مرة بضان وحيري دونا سؤال شيء رادين أيين أما با سؤالة كالو بضان وإبا هايهين بيكا دحيري دونا حلقة ذي نسؤال اللي حذاني اللي حاد سؤال شكوبات وسؤال قويس كأوي كبر بان فيلا يعني يتهي قفكني ننكيغا وحيلا ذهي نياد أمهيو مركو إله الله وان كره سنية حقي سي كما صبح كره هدان كدر بضو فرين ما يقدم ببا وفي السؤال شان مريا الله بي سدحبا وإن الصوم مرت عربان وجوا ولا باري موضو منا وحكم منا وعطلو مدى حكم كاتوابتو كوبا ومايا قوركو ومصلحات لوقف ووين يسوي مدين وانا حقوق لبدا قف كرد حيث قف البواجبات ساريهين نلوشونا وحيكوها قاكتا اسكاشيغا قف البقرب كسي حقوق ديسي انو الالي وكسوب اخيرنا وحيكوها قاكتا قف البحق اللغولها انو الالي نلوشونا ويات كان اخيرنا والا دنبابي هذه حقوق دي اللي اسكولها لإلالي واي صدرت سيدنا وكالاتو اي كبرد للشيغة نيسو كبربا نبي قوتمي عليه الصلاة والسلام و سيدان سيكودو والله حكم كرد شيء ويديسي وعيتر ننكا يودينا كما عابينا يكما دوري طبيعانا كما دوري لكن وان نعاي وقلبه كسوقو اي inu iska fasaxaan raba xoolo badan oo meher u siiyo nabi wuxuu ku yiri xoolisi muu celinaysa markaas ay tiri ha isagay buu u yaro xoolo xoolahaagi beer bay hayd weyn beertaadina qaada gabadhana fasax soomaalida diiradan qooli qorqabad biyo kuma cabto qof qof san qalbiyan yidu hayna rag iyo dumar toona xuquuqdiisa ma gudan karo oo waa dhab sadarta gabadhu markuu nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam ninkeeda furin weydiisata laga hadlaye nabigu wuxuu ku daray min kayri maa basin idan wax dhib a jirin in qofku qalbigiisii uusan niyad haynin xaqiina uu gudan waayo dambaaba ka baqayo oo duruuftaasi haysatahay waa dhib waana dhib nabigu intii loola tegay calayhi salatu wasalaam u ogolaaday gabadhu inay furin ku dalban karto taasi waa midda xukumka midda talada ah waxaan dhihi lahaa gabadhu ama labada qof rag iyo dumarba inay xaalad saas oo qalbi la soo darasto waxaa dhici karta inay duruufo la xallin kara keenayaan xanuun baa keeni karaya xaalad kacsan baa keeni karaysa hadda reer baa fara lagu hayaa reerka dumistiisuna waxaabaa shaytaanku ku farxay ka mid tahay inta aan la gaarin kala taga iyo furriinku waa waxa ugu dambeeya inay gabadhu ama ninku raadiyaan xal ka sokeeya haddii ciladanba la xallin karo reerkuna dhaqmi karo oo aan markiiba lagu degdegine horta la soo mal intii loo dulqaato il xal la raadiyo la isku dayo gaar ahaan mararka qaarkood hadday ilmo jiraan oy ubadkii haddii la kala haado dayacmayaan intaana waa taladaan ku biirin lahaa wabillahi towfiiq. Sayilka labaad wuxuu yiri warshad rootiga samaysa baan farsamo ka barta
طبعا دي الروتيس اللو سمي ايو كبرتا بان في الياس هذا سواش قيبت دا مكان مقندون وانا ودما دا قالا دا قفكو مرسق فرسما دا باران ايو ايو مركو داما ايابا وحالا دا هيا خمر ايو الروتيس كو سمي من الديدي كرتيد دين تم حيكا قبتا مسألة دا سيما بنانا ومركا كوبادي مركا ورشدها كشاقين ايسو وحينا الله اسكو سمين ايو أذكينا أقيب كنا قنيس وشدوه وحنا السماين أيان يروت كان الله السماين أي إن الله دعدي الله ما السماين أي إن ضد عنام بالله السماين أي مركب وحنا أذكر دحشرت هرت وقوم مع الصيا كالسحط وخمر عن تد الله وجود دري يروت الله وجود دري الله وفر السماين الله وسماين أما دوافار يحلى من الله وجود دري قبت مع الصيا دشوا جستيدو لما وقلا إلهين حلو إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير لحك رأي قلان كوا آيادها يحدود دي تشبيني حدا ذركتو كتشيتو تشيتسي قاسي هلا فريسان نوي وآيات كلا لقولي فلا تقعدوا معهم هلا فريسانين حتى يخوضوا في حديث غير لحك رأي قلان مركا ماشا مع السيادة تشوغيستي ذا كقيب نقشة ذا ذو مركا كوباد مبنانا مرك الله بعد وحنا تسمعين إيش أما قيب كان نقول إيش خمرك طبعاً بالقول عن ذي قفك صوص سمعي يقفك جية يجديد كلوجية بأنت والله عن ذي وحرام التعاون كقيب كان نقول إيش هذا اللوجية أنا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان بلاير رزق الله هو واسع وحنا تبرنا يصير هذا كبر شقي سنة ولا جيابة وهذا نعلفن إن العمر ينول بكو قاعدين والغاية دين تار راس مالا وحكالو حلالا إيا مالك لها تكبرة الراتس وقفك إلهي درتي وقتك الدم بيانا وحكا خير بضم بإلهي سينيا وبالله توفيق سألك سيدة حد حوليهي سلسلة دا قورتا لاغو حردو هدي الرقع أي حردان دين تم حيكا قبتا مسألة سلسلة دا قورها اللا حران أيو أما كون دغها لا كشنايو وزينه اي قرح انت انا واقان عرفي وقتينا رغي دوما قال يا مسلم با دمر كان لاغو يقان ان اسكو قرحيان اي كو خروودان مالها لاغو غادانا دمر با لو سميا سرده التشبه انا النبي وا لعنداي رغا دمر كاسك دغاي وخي دمر كخيرناي iya dumarka rag iska dhigay wixii rag lagu yaqeenay xiranay nabi wuxuu laanaday sallallahu alayhi wasallam ninka yalbasu libsata almar'a libsa almar'a qof dumarka wuxuuda xiranay iya qofka dumarka ee talbasu libsa arrajul dharka rag xiranaysa marka masalada dhaga la xirtay iya silsilada qorta la gashaday عرفك نقن كهد الشرير نقاناي وزينة النساء رجع خيارها أنا محرتان رجع حرتاي كحف قلف الساقة يقولد مر إسكيال يال هو أنه حق عصان أبدا نير هذا بانكو أركي حكم كنا غالب كوقاتاي إن هذا في الساقة سوء كيسي سنة لما بنانا إن الدمر إسكار ديكتانا ما بنانا مالك الرقو ما بنانا من باب تشبه بالنساء إن الدمر كيسوه كيسينا يانا وشارعونا ديدي وحي الدمر كحرنان الزينة دي إسكو قرحيانا الرقو إنو قاتل ديدي بي كميتا هاي وحياباها الله عناد السببا إن على دي كل عدو قفو النحريس اللي فوقي كمين نقنيسا وبالله توفيق سائل كلا وحوله هاي أبا يا يادن تي هو يدي أعددي سيدة كوشرتة أيا وحالو صو الشيغي قواري المأذير يهين وآدو حانونسا وحي كو سيارتي مقالو كالي بحدة عيب حذي دين دو بحيك قبطة مسالة ما بنانا هو انت قيري دو كتمد وحالا قربا وحي أن ضرورة هاين عدده هلك اي غيريده غريغي اوغو تيميد اني كو دمايساتو
nabiguna waa u diiday calayhi salaatu wasalaam haween reerahoodeen i wareegaan rabay, waa u diiday hadda nafteeda u cabsato. Wa baabu daruuraat, hadday caafimaad dartii uga soo dhaxdo isbitaal iyo gashana, ama intay xanuunsato joogi weyday isbitaal dhow ayna haynin oo meel fogoo habeen lagu dhaxay ama lagu muddo lagu maqnaanaya ay tahay, baabu daruuraat wey. Magaalada way u bixi kartaa, way soo shaqaysan kartaa, laakiin waxaa laga rabaa habeenkii halkii inay u soo hoyato oo aynan ka guurin. Saas darteed hooyada magaalada kale aaday uma bannaanayn inay magaalo kale aado oo ay ka tagto, ay ka soo dhaxdo gurigii ay deganayd intaay ciddadii ku jirtay ama asayda ay u saareed Soomaalidu siday tiraahdo. Wabillahi tawfiiq. Sahilka shanaad wuxuu leeyahay, haddii aanan sugi karin aqimka salaada yaan iska tukado, diintu maxay ka qabtaa? Salaada ansixideedu waxay ku xidhan tahay waqtigeedu inuu soo galo. Aadaanku shardi ma aha, marar badanna waajib ma aha, ama dadka qaarkiina waajib kuma aha. Way fiican tahay in la aadaamo, salaadana loo aqimo. Qofka iska tukanayay intaa wixii ka dambeeya laba mid buu noqonayaa: qof meel jamaaciya masaajid joogay iyo qof aan meel jamaaciya masaajid joogin oo keligii. Qofka keligii ahaa aqib inuu suguma baahna, isaga mardii salaadii soo gashay isagaa intuu aqimo isu aqimo buu salaad iska tukanayaa. Dadka masaajidka iyo jamaacada jooga asalku waa inay sugaan oo la tukadaan, haddaan duruuf jirin u bannaynaysa inay keligood iska tukadaan, oo dad cudurdaar leh ama duruuf iyo daruuro haysata ay yihiinna intay tukadaan way iska tegi karaan. Haddayna daruuro jirin masaajkiina uu joogana isabuu keligii isaga tukada ma laha, jamaacadu in la tukada weeye. Hadduu jamaacada la tukanayana dee jamaacadu aqibkay ku istaagaysaayo in loo istaago lagu ogeysiinayaa. Wabillaahi tawfiiq. Sahilka lixaad waa xaalad qoys, laakiin hadda nin ragayna wey rag baana weydiinaya, dumar ma aha. Wuxuu leeyahay, xaaskayga ayaan isqabannay anigoo aada u xanaaqsan baan ku idhi waan ku furay, wax dalqad ahna kuma dhawaaqin, magacana ma sheegin, ma iga furan tahay, ma iga furan tahay xaaskayga? Saddex arrimood baan u malaynayaa, tilmaamood buu sheegay, magaceeda ma sheegin, wax tiro dalaaqa ma sheegin, iyo waan xanaaqsana. Masalada magaca sheegisteedu marka horeba qashardi ma aha, dalaaqa dhicitaankiisu magac in la sheego kuma xirna. Laakiin ninkani uu sheegay qofkii magaceedii, magaca marka la sheegayo ama isagaa lagu dhawaaqaa ama magacuyaalkiisa carabiga damiirka lagu yiraahdaa lagu dhawaaqa, waan ku furay, ku furay qof lala khitaabayay, kuwdaasi waxay ka dhigan tahay adiga waa magacuyaalki. Ismiga iyo damiirku haddii la garanayo damiirka cidda loola jeedana booskii magacaabistuu galaa. Laakiin xakaa haddaan la sheegin, xaaskayga way furan tahay uu yiraahdo, ama xaaskaagii gabadhii bilahayd ma qabtaa uu yiraahdo waan furay uu yiraahdo, way furmaysaa, magacu shardi ma ah. Tirada dalqaduhu, haddaan tiro la sheegin hal dalqad baa dhacayso, waxaa ugu yaree dalaaqa, iyadana dalaaqa inuu dhacay tiro in la sheega kuma xidhna. Asalka dalaaqu waa dhacaya, hal dalqad buuna noqonaya. Masalada xanaaqa, qof xanaaqsan oo xaaskiisa furay dalqada ma dhacaysa? Laba arrimood aan ka iraahdo. Marka koowaad weeye, horta dad iyagoo faraxsan isfuraayay ma jirto. Koobba dhibiya culays baa jira, furinku inta badanna waqti la xanaaqsan yahay buu dhacaa. Midda labaad weeye, xanaaqa dadku isku dabaqad ma aha. Saas darteed xanaaqu waa laba: mid qofka
garashadiisi iyo xakamayntiisi iyo inuu ogyahay waxa uu yidhi ka saaraya hadduu yahayna waxba kama furmaan de qof caqligiisii jooga ma aha qofaan caqligiisii joogina waxba kama furmaan hadduu yahay xanaaq wuxuu samaynaya garanayo wuxuu leeyahayna og yahay wuxuu sameeyana xasuusanaya hadduu yahayna wamasala khilaafiya inuu dalaaqu dhacaya aniga ila xoog badan oo xaasku ay sidaa kaga furmayso saasa ila saxan waana qowlka asxaabuna shawaafic raxmat ullaahi calayhim jamiican su-aasha xalqadan lixdan iyo lixaad ugu dambeysa isaa'ilku wuxuu leeyahay wiil hooyadiis weli ma u noqon karaa oo idankiis ma lagu guursan karaa masalada masalo khilaafiya marar horena ina soo martay fuqahada jamhuurtiidi iyo madaahibta saddexda kaleen shaaficiyada ahayn waxay leeyihiin haa waana masaladii dhaxalkii sidii loo lahaabaa loo yeelanayaa wilaayadu sida guud waa la isku raacsan yahay fuqahada shaaficiyaduna waxay ka soo reebeen oo diideen wiilka ay dhashay sabab bayna u yeeleen oo runtii aada macquul u ah weligu wuxuu weli u yahay inuu wixii aan habboonayn ka reebo ilmaha ay dhashayna dhinaca kale waalidkii weeye hooyaduyo sidaan samee hadday dhahdo waxaan dembi ahayn inuu diido uma bannaanoo caaq buu noqonayaa saa darteed ilma inuu yahay waalidkii inuu ateecana waxaan macsiya ahayn laga doonayo waxay hor istaagaysaa maxaa dan ahaayo weliga laga rabay booskii inuu jooga laga rabay bay diidaysaa saa darteed weli maslaxadeedu ahaa inuu ka eego wixii xune oo wixii xunjac uu ka yidhaahdo ka celiyo maya dhehe ilmaha ay dhashay waalidnimada ka xoog badan iyo caaqnimada xukunkeeda baa ka xoog badan saa darteed ma buuxin karo booskii looga baahnaa weliga ee xaq ilaalintii markuu dan u arkana diidada ahaa sababtaasay ku celleeyeen iyaga laftoodu daliil hadda nas aho marka ay cuskadeen ma jirin calaa kulli xaal cinda jamhuuri ahli lcilmi wuu noqon karaa annaga iyo cinda asxaabinaana ma noqon karo wabilaahi towfiiq